روب ذا موب فيلم مستوحى من قصة واقعية تدور حول ثنائي يتخذ منعطفاً خطيراً في حياته، وذلك إثر المشاركة بمحاكمة جون جوتي في نيويورك في بداية التسعينيات، ويقرر اقتحام النوادي الاجتماعية التي يرودها أفراد المافيا الإيطالية الأمريكية. الفكرة مثيرة، قصة حب مأساوية تذكر ببوني وكلايد، دراما رومانسية معاصرة تظهر الانعكاسات على أفراد عائلات المافيا وكيف يتعاملون مع الأمر، إذ لا يمكنهم الذهاب إلى الشرطة والقول نحن في عصابة، إذن لندخل في حياتكم الخاصة ونبحث عن بعض البصمات، عندها ربما نحصل على بعض الأدلة. أحداث الفيلم تعود بنا إلى بداية التسعينيات، وهو يذكر بأفلام فترة السبعينيات التي اتسمت بأداء ألمع نجوم تلك الفترة. إنه عبارة عن نوع من قصص العصابات والذي خبرناه في بداية العشرينيات، لا أدري متى، منذ بولموني، كاني بوغارت وإدوارد جي روبنسون، وبالطبع فيما بعد مع العراب وغود فيلاس وكل ذلك، وهذا ما يعكس السينما الأمريكية. إلى جانب أندي غارسيا يشارك في البطولة كل من مايكل بيت ونينا أرلاندا. روب ذا موب حاليا في صالات الأمريكية، ويتوقع أن يكون حول العالم في الأشهر المقبلة. You get me that list at all costs. I wrote this because of you. You gotta do something for these kids.